وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تعديل بعض أنظمة الأحوال المدنية بعد موافقة مجلس الوزراء، وشملت بعض المواد داخل النظام، وحنتعرف على تفاصيلها وعن هذه التعديلات وآليتها. معنا المتحدث الرسمي للأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، حياك الله. الله يحييكم، يا هلا والله وسهلا. يا هلا وسهلا أستاذ محمد. في البداية ودنا نتعرف على التعديلات اللي وافق عليها مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض مواد الأحوال المدنية للمادة الثانية، مادة 16 ومادة 67 من نظام الأحوال المدنية. التعديلات إضافة بعض الفقرات لبعض المواد اللي هي المادة الثانية، بحيث أنها تصبح الفقرة كاف منها البطاقة الشخصية هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقا لأحكام هذا النظام، وذلك بشكلها الملموس والرقمي. طبعا النظام الآن تطرق للبطاقات الهوية الوطنية الرقمية الموجودة في منصة أبشر، واللي أصبحت الآن يعني وسيلة إثبات للشخصية، وأيضا وسيلة لإجراء بعض التعاملات في الإلكترونية. جميل. طيب أستاذ محمد، دمنا تطرقنا لبطاقة الهوية الوطنية، بعد التعديلات متى نقول أنها إلزامي ومتى يكون استخراجها اختياري؟ طبعا التعديلات الآن أصبح بطاقة الهوية الوطنية اختيارية من سن بلوغ السن السادسة حتى السن الخامسة عشر، هذه تكون اختيارية، وما زال نفس السن المقرر لإلزامية البطاقة اللي من السن الخامسة عشر تكون إلزامية سواء للمواطنين والمواطنات، ويجب عليهم استخراج بطاقة الهوية الوطنية. في حال استخراج بطاقة الهوية الوطنية من السن السادسة إلى السن الخامسة عشر للسن الاختياري، يشترط فيها موافقة ولي الأمر، وهي تشمل الأب أو الأم في استخراج البطاقة. أيضا من سن الخامسة عشر ثم فوق، فموضوع المعرف أو موضوع استخراج البطاقة يكون فيه خيارات أكثر في التعريف. جميل. طيب أستاذ محمد، بالنسبة للي هم في عمر 6 سنوات، هل استخدام الهوية بالنسبة لهم، طبعا غير أنه مربوط بولي الأمر سواء الأم أو الأب، حيمكنوا من السفر أيضا بدل الجواز؟ والله هذه بالنسبة في حال أنه هذا البطاقة بتعتبر وثيقة سفر، فهذا ممكن يكون الإجابة عند الزملاء في الجوازات، وممكن يعني يجاوبون عليها، لكن هي بالنسبة لنا كأحوال مدنية هي تعتبر وسيلة لإثبات الشخصية وإجراء التعاملات الإلكترونية، يكون لمن استخرج البطاقة حساب في أبشر، وبإمكانه إجراء التعاملات الإلكترونية بالكامل فيما يعني يتيح لها النظام. لكن فيما يخص أنها تكون وثيقة سفر من عدمه، فهذه عند الزملاء في الجوازات. متى يبدأ تفعيل القرارات وتطبيقها؟ القرارات الآن سارية من تاريخ نشرها في مدينة أم القرى، وأيضا تطبيقها إن شاء الله راح تكون في نظام المواعيد الإلكتروني إن شاء الله اليوم أو بكرة، يعني تكون موجودة إن شاء الله. الله يعطيك العافية، كل الشكر لك الأستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، شكرا على تفاعلكم دائما معنا، غير أنكم أصلا تفاجئونا دائما مستجداتكم في تطوير الخدمات والتعاملات الإلكترونية. فاصل أول